بالأونة الأخيرة اللي صارت تقريبا 15 يوم طبعا للنظام طبق الحصار على مدينة حلب بالحصار ناريا، منع عن المدنية طبعا كل شيء يخدم في بالحياة، طبعا كثف من قصفه على المدنيين الأكثر شيء المشافي، النقط الطبية، دفاع المدني، إسعاف، أكثر شيء اللي عم يستهدفه هو المشافي الكادر الطبي. الصعوبة اللي عم نعانيها نحن هون كثير كثير بسبب الحصار، فوق هذا الشيء كله اللي القصف الممنهج على مدينة على ضمن المدينة الأحياء. يعني ممكن نحكي انه نسبة الانقاذ المدني عم تصير كبيرة ولا قليلة؟ وش اسباب عدم صعوبة الانقاذ بعض ما تحت الانقاض؟ بالآونة الأخيرة يعني ركز بالقصف على المدنيين، الأحياء الشعبية طبعا، الأسواق، المرافق، المشافي، الدفاع المدني، الإسعاف. فلذلك يعني حسبنا نحن كدفاع مدني ننقذ تقريبا 80% 90% من الأحياء طبعا تحت الأنقاض، بسبب التكرار نفس المحل اللي كان اللي سات فوق أول مرة فيرجع يضرب ثاني مرة، فلذلك خسرنا نحن مننا شهداء كثير. الحمد لله نحن مستمرين في عملنا، الحمد لله رب العالمين ومتابعين لآخر نفس فينا. بالتطورات الأخيرة بالقصف حصل عنكم إنقاذ أطفال؟ طبعا حسنا ننقذ 3 اولاد اللي طبعا من مناطق مختلفة، يعني في منهم 2، واحد عمره 10 ايام وواحد عمره سنة وطفل عمره 6 سنين، حسنا ننقذهم الحمد لله رب العالمين وهن بصحة جيدة. الوسائل اللي بايديكم عم تساعدكم على اخراج مدينة تحت الانقاض؟ الحمد لله عم نحسن، يعني كخبرتنا نحن عم نحسن نشتغل وننقذ الناس يعني قدر الامكان، معدات يعني الحمد لله عم نحسن نشتغل فيها، هي ما متطوره كثير يعني بس عم نحسن نشتغل فيها مشان نساعد الناس.